يأتي تجمعنا هذا اليوم في ولاية بشار ليختتم سلسلة اللقاءات الجهوية الأربع التي نظمناها في مستغانم، في العاصمة، في سطيف، ومنذ أيام في ورقلة، والتي أتبعناها بعدد من الزيارات الميدانية على التوازي، التي نحرص على تنظيمها بشكل مستمر ومنتظم. كذلك الإعلان عن تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة لمجمع صنع الغاز 2035. في البداية أريد أن أشكركم وأهنئكم على المجهودات التي بذلتموها لتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة لقطاع الطاقة والمناجم، وعلى العمل الجسيم والجبار الذي أنجزتموه خاصة خلال العام الماضي.